صباح الخير عليكم عشران، نتمنى تكونوا كاملين بخير. الا كنتي سوا انت اول مره كشفت الوجه هبط هبط دابا، دير واحد لايك وابونا في لاشين يوصلك فيديوهات دقيقه الاولى وتكون واحد كيتفرج فيهم. مده طويله ما فلوغيتش، مده طويله ما حطيتش كاميرا بحال كندوي معكم، متوحشكم بزاف، عارفكم متوحشون حتى نتوما. الفيديو نتاع اليوم غادي نمشيو نقضي واحد الشغل في مدينه الرباط انا وواحد الصديق ديالي. المهم كما كتعرفوا دابا الباك خدينا، الناس كيجمعوا الوثائق وداكشي كامل عام في هذه الحاله، داكشي دابا خصنا نمشيو نجمعوا شي حوايج ونقدر نمشي نضرب شي طليله على لافاك. المهم عشان نشوفوا البروغرام تاعنا كيفاش غادي يكون. خليكم انا وشاركوا في القناة وفعلوا الجرس. المهم بلا نقوش عليكم الانترو، اصلا دابا معطر الدري، دابا الصباح شحال دابا الساعة، دابا 7:38 كتكتب لكم هنا 7:38 دابا. المهم داير مع 7:30 دابا خصني نمشي، خليكم معنا في الفيديو. المهم دابا الدراري تلاقيت مع السيد الرماش صافا. المهم يلاه تلاقينا معاه، ما قدرناش نصور لكم في الطاكسي وفي المدينة، كنت ساعة في الصباح هذا والدنيا خاوي داكشي ما قدرتش نصور. جينا في الطاكسي. المهم صافي ماشي اشكال، بحال الطاكسي بحال الخطاف، حيت الطاكسيات بقينا عرفتي شادين الصف، هنا ما بقاو شادين معاهم الصف. ترونسبور دابا غادي نمشيو نشوفوا واحد نقضي واحد الغارة تما ناخذوا شي وثيقة. دابا حدا واحد اوتيل رابع قدامنا هنايا، انا غادي نوري عليكم راه هو لهيه. المهم راه قدامنا تما، دابا غادي نمشيو دابا خصنا نبطو من تما باش ناخذوا الوثيقة ديالنا. المهم الدراري داكشي دابا راه طالع. المهم هي كيفما كتبان. المهم دابا كنوريكم السانسو، زعما راه ما عمركم ركبتو في السانسو كيف داكشي مورايا انا كيفاش كنصور. المهم دابا غادي نمشيو ناخذو الوثيقة ومن بعد ان شاء الله غادي نعاودو نتلاقاو، حيت كيفما كتعرفو الإدارة ما عندكش ندير تدخل ليها. خليكم معايا يوصل السانسو، كل شي واحد في الباب يصطبلا. يلا الدراري خليكم. الدراري دابا حنا غادي شادين طريق، عرفتي هاد الصداع اللي عندي هنا ما غادي يخليني ندوي والو، قلت خلنا شي خلني طلع حرام. تو بديت نصور انا عاد بدا هو تيت تيت تيت. المهم بغيت نعاود لكم واحد البلان وقع ليا. حنا غاديين دابا انا واحد السيد في الطريق غادي على غادي نقضيو غرضنا، تلقانا واحد السيد مصاب تكون كتسمعوني مزيان، جا بدا علينا بالهضره طاطا 5 المليون كذا غتمشي شي مدرسه والالاعيب وكذا، بقينا شادين معاه الهضره حنا مزالي قبلنا. قالنا غتمشيو حتى لحي الرياض تسجلوا داكشي، حي الرياض بعيده شويه على الرباط، الناس الرباط غادي يعرفوا هادشي. المهم صافي في الاخر بان ليا ما كاين لا حي الرياض لا والو، خلص علينا فلوس الطاكسي، بقينا غادي في الطاكسي. في الاخر فكرنا انا وهاد الوجه البريء غنديرو. خويا انا عندي غرض يا خويا، انا هذا نمشي نتقاد. انا عندي غرض تبنى خوتي لك، وانا باين خويا باغيني نتبوع باين من مادام باين الشارفه صافي غادي كيلو كيلو. واش مين بقى يدوي معاك بلا الاسلوب ديال كيلو كيلو يعني مليون مليون؟ عارف ما منا والو، عرفوا اخوتي ما منا والو. المهم ما تبقاش تدوف النصابه، راه كاين نصابه بزاف، نصيحه من عندي. المهم دابا كنص ايكول جديده اوتيل 5 ايطوال مالا خويا انت مشيت الاوتيل 5. المهم بدا كيضحك علينا وداك الشيء بدا كيعلن بالهضره، ما عرفناش داك الشيء واش فري ولا كذوب. المهم بان ليهم غادي نتيقوه ما والو، شدينا طاكسي بقينا غادي نمشي بينا حتى لحي الرياض. ايه بروش ولا اخوتي كون ما كانش عندنا هاد الغرض نمشيو نمشيو نغامروا معاهم. كنا حنا كون كنا غادي نمشيو نشوفوا الدار والله تركبنا في الطاكسي زعما صافي غادي وفي الاخر وانا نقول له هذا يلاه ريح خلينا نطلع. بان لي حنا خصنا نمشيو لعكاري وحي الرياض بعيده على العكاري. المهم دابا نحط لكم صوره الماس غتشوفوا داك الشيء كامل، حي الرياض بعيده على العكاري. واش غادي دابا خوتي دابا نتوما تكتبوا في الكومونتيرات الا وقع لكم هاد البلان واش تمشيو تاخذوا 3 المليون، حيت قالنا هو تشارك في القرعه 5 المليون مليون مليون ودي 3 مليون، ولا ما غاتمشيوش غديروا بحالنا. بصح ني داكشي اللي بان لينا. شوفوا الكومونتير بلا شي دوزه الطوموبيل اللي قدامنا غادي ندوز على العكار هنا. لا بقى في العكار فين غادي نشدو دابا خوتي؟ هذا مازال حنا ماشي ولاد الرباط، ولكن فهمتي كنفهموا في الرباط يعني دابا خصنا نقلبوا على البلاصه. دابا دابا عارفين بلاصه حنا فين خصنا نمشيو، ولكن ما عارفينش بالضبط دابا من غادي ندوزو، حيت دابا حنا نزلنا من واحد الطريق اللي كتمشي لاكدال. الصاط ندوزو للعرفانيه الاولى ندير فيها نشوف لافاك اصاحبي عزيزي صاحبي ان شاء الله. المهم الدراري طولت عليكم في هذه القيطه، ولكن ماشي مشكل، بغيت نبارطاجي معكم هادشي. هادشي الطوبيس القدام ها هما ليه؟ لا ازا واقع كان قديم، عرفتي الطوبيس القدام. المهم ما علينا كاين شي فيلا، هذا دابا ديال مول الفيلا دابا كار هذاك ما عارف. المهم الدراري بغيت نبارطاجي معكم هادشي باش ما تبقاوش شحال نسيرو بحالي. ما هي ماشي شحال نسيرو، ولكن ما يقفش عليكم بنادم ولا درا الخاوي بالروج ولا حنا بروج دانا شويه الوقت، ولكن في الاخر خدمنا حتى حنا شويه عقل. داك الشيء علاش الانسان خصو شويه يبقى يرد باله ما يبقاش مش عقلتي خويا لي زانفو ديالك معلومات لي زانفو ديالك معلومات ديالو وهذا تصدق نكبر على داك الشيء. المهم دابا الدراري غادي نمشيو خونا نسكره معاه وكيقول كيلو كيلو كيتسنى منا غادي يربحوا 5 المليون وعندو محل وسمسار وبنان. والله يا خويا
بزاف. المهم دابا داكشي علاش حاول الانسان يبقى يرد باله وما بقاش يتسوق. المهم دابا الدراري باقيين غاديين شادين الطريق، كنتمنى تكون كتسمعوني حيت دابا الطريق عندي هذا المايك تاع الكاميرا كيجبد كاع الاصوات، يعني خصني تناخذ ليها مايك باش مابقاش يجبدوا كاع الاصوات. المهم دابا حنا باقيين شادين الطريق باش نمشيو لافاك ديال السيونس، يعني غادي نقضي فيها شي غاره حتى نسجلوا فيها وداكشي. انا والصديق راه باقي معايا مساند غرض ورا غرض اخوتي. الله يلاه حتى تكرفيس، انا عرقت صراحه جري غبر رجليك وكذا، جري من هنا لهنا جري من هنا. المهم البلان ديال قبيله راه عاودنا لكم ديال داك السيد اللي قتلنا بالضحك صراحه، كان باغي ينصب علينا. المهم دابا حنا باقيين شادين الطريق باش نمشيو لافاك سيونس. بغيت ندوي على هذا السيد نشكره شويه لانه هو المساند الرسمي صراحه في الفلوغ، كيعاون بزاف. نلقى معاه راحتي ملي كنكون باغي نفلوغ شي حاجه. كاين شي دراري فهمتي ما كيتقبلوش داك الشيء، ولكن هذا صراحه كيتفاهم كل شيء. التحيه ليه، الانستغرام ديالو تلقاوه هنايا. المهم انا بغيت ندخلو عنده انستغرام، كيدير داك الشيء ديال السبور والفيتنس. فاش كدير داك الشيء؟ فاش كدير؟ فاش حيد شي فيديوهات. المهم ان شاء الله غادي نرجع داك الشيء كامل، ستوريات وداك الشيء. انستغرام ديالي هو تلقاوه هنا، دخلوا فيه كنحط فيه ستوريات زوينين. دابا فيه 3K، بغيت نوصل 6K في اقرب وقت. المهم نحاولوا نضربوا معاه، بارطاجيو الفيديو ما امكن، ما نطولش عليكم الهضره بزاف. نشوفوا باش نبروفيتيو من النهار كامل، ما بقاوش غير اللقطه نشدوا فيها طويله. خليكم. المهم دابا الدراري كنا شادين مشينا لافاك، ما قدرتش نصوروا فيها حيت كانت الدنيا عامره وداك الشيء. داك الشيء علاش دابا غادي نمشيو نشدوا خطاب باش نرجعوا للسله، باش غادي نمشيو لحي السلام، ومن بعد حي السلام غادي ندوزوا واحد لافاك ديال السله جديده. هذا هو البروغرام ديال النهار، كملوا معنا النهار كامل. المهم دابا الدراري جينا حدا ليستي هنايا بالنسبه لكم انا، ودابا باقي شادين الطريق باش نمشيو للبوليس. المهم الدراري كان ركبنا واحد السيد من جهه البومبا حتى لهنا، بغيت نبارطاجي معكم هذا الشيء. ركبنا في واحد الاوتوستوب، طيب بنادم يصوفي راسو، تعرفوا الحاله الماديه ضعيفه كبيره، داكشي ماشي ضعيفه ما بغيناش نخسروا فلوس صراحه تما هي كاين، لكن الانسان شويه كيتحرف من شويه وداكشي ما تكونش خرجاني العاديه. دابا غادي نشدو الطريق باش نمشيو لعند واحد الدري اخر، ان شاء الله غادي نشوفوه مورا اللقطه باش نمشيو سلا جديده. المهم الدراري جينا دابا لافاك هنايا باش نسجلو هنا في لافاك ديال السلة الجديدة. ميقيناها خاوية كتصفر، هيا تبان ليكم هنا خاوية خوتي شتي كيدايرة. المهم هادشي اللي كيتسمع فيها ما يعني ما كيتسمع والو، هادشي اللي كيبان واحد الدرية راه غادا من ليه. المهم ما عليناش داكشي كامل، عرفتي بغيت نعاود لكم واحد الاستوار وقعت لهنا. شتينا شتي ملي خليتو اللقطة اللي قبل خليته في شدينا اوتوستوب وكان وقفنا حدا واحد الرونبوان، ومن تما عاوتاني شدينا اوتوستوب اخر وصلنا حتى لقريه ولاد موسى، وصلنا حتى لقريه ولاد موسى اللي كنتو كتعرفوها. ومن بعد عاوتاني شدينا اوتوستوب اخر وصلنا من القريه تسلا جديده، يعني بقينا اوتوستوب مور اوتوستوب مور. المهم حاولنا نصوفيو راسنا مع الفلوس، ما بغيناش صراحه نخسر، ماشي ما كاينش ما بغيناش نخسرو صافي. شتي عشان نقيت راحتي دابا كندوي معاكم. المهم غاديش نسالي الفلوك دابا لهنا، غادي نمشي نتلاقى مع واحد الدري سميتو علال محمد، كنقرا معنا تا هو في الباك ساكن غير هنا قريب لينا، غادي نمشيو عندو نشوفو واش يرحب علينا ولا لا. خليكم. الدراري تلاقينا بهذا السيد اللي عتقنا باش ركبنا في الطريق، والرماس راه باقي معنا اللور. المهم دابا حنا غادي نسلا كل يوم خشي كلمه. ابوني ولايك لايك يوتيوب عليك عندك تقلبنا. يو واتساب. المهم دابا الدراري صدمتكم هاد اللحظه ياك تسمحوا لي. المهم دابا الفلوك سالا اي سالا ان شاء الله حد لهنا، دوزت نهار زوين واعر وطوب. المهم دازو فيه بزاف ديال الاحداث كيف ما شفتو، شدينا ترونسبور وقف علينا داك السيد صوفانا السيد او ثاني من نزله جديده حتى لهنا. المهم نهار صراحه عجبني بزاف، نتمنى اني نكون بارطاجيت معكم كلشي، نتمنى ان الفلوق يكون عجبكم ويكون نال الاعجاب ديالكم. هادشي كامل كنطلب منكم طلب واحد، انكم تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا لايك للفيديو، واهم شيء من هادشي كامل هو تبارطاجيو لا فيديو. ما عمرك لكم شي فيديو بارطاجيه، ولكن بغينا ان شاء الله نبارطاجيو هاد لا فيديو. المهم ما عرفتش شنو غادي نقول لكم، الفيديو ان شاء الله حد لهنا غادي يسالي، بارطاجيو ما امكن. دوز عندي انستغرام او غيبان لكم هنا، ولا غتلقاو ليا في صندوق الوصف غيبان لكم هنا. دوك الا بغيت تلقى مع الدب باش تقرا شي هنا ليا في صندوق الوصف، دخل تلقى ليا نبارك عليه. صافي هادشي اللي كاين ان شاء الله، نخليكم تمشيو دوزو نهاركم وداكشي.
نهار زوين ان شاء الله، نتمنى يعجبكم الفيديو ونتمنى يكون نجع عجبكم. عاودت الهضره عاوتاني، هادشي اللي كاين، باي.